من 2003 السلطه ما يسعاش تبني على مستوى الوطن. كل يوم يكري دار ويزرقوه منها. معوقين عندهم 10%. حوسوا لا ليست تلقاها. لا ليست هذه. لا ليست حوسوا لا ليست تلقاها هذه ما كانش منها. حوسوا لا ليست تلقاها هذه. منذ ثمان سنوات في مستودع. كي نروح للوالي يقول لي روح للشيف دايره. والشيف دايره يقول لك روح للمير. وهذه الليسته هذه راها فو. اسفوا اليوم الشيء اللي حدث من تجمهر، لانه الناس مشات وراء اشاعه وتسريبات على اساس انه قائمه السكن تم الاعلان عنها، وهي قائمه غير رسميه وغير مجهوله المصدر. والناس لازم تعرف انه اي قائمه باش عندها مجال للاشهار تاعها هي الاشهار الرسمي اللي موجوده في الاماكن العموميه زايد الموقع الرسمي تاع الولايه. من هذا الموقع هذا نفند جمله وتفصيلا اننا شرفنا على اشهار اي قائمه، ما كان حتى قائمه مشهره. العمل راه يتم على مستوى عديد المصالح للتحقيق في الناس اللي مقترحين للاستفاده، ولن يتم الإشهار هذه القائمة إلا بعد الانتهاء من جميع العمليات اللي تهم التحقيقات.